على ديربي مدريد الكبير بين الريال وأتلتيكو. أحبتي المشاهدين في كل مكان، مساء الخير عليكم من ملعب سانتياغو برنابيو. نلتقي حيث الأجواء المميزة مع وعد بقضاء أمسية مميزة أيضا. من كابينة التعليق تواجد معكم فارس عوض، واليوم نحن على موعد مع مباراة تأتي ضمن منافسات الليغا الإسبانية، حيث سيكون البرينج ريال مدريد يواجه فريق أتلتيكو مدريد. ننتظر حقيقة مع حضراتكم مشاهدة مباراة كبيرة ومتعة حقيقية من الفريقين. تقدم هجومي هنا، ممكن نشوف فرصة خطيرة تلعب عرضية لعمق المنطقة. أوهو، يبعد كرة خطيرة. هذه هي تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم، يعدي فيها، يتقدم فيها. يا الله، هدف أول ضد الغريب، المدرجات تشتعل، أصحاب الأرض يحتفلون، الجماهير تصنع الحدث، الله على المشهد. نشوف إعادة الهدف من جديد، هجمة مرتدة كانت سريعة ثم انفراد في المرمى، وبالتالي لا يمكن إهدار مثل هذه الفرص في موقف واحد ضد واحد. رائع الهدف، إنهاء مثالي لهذه الكرة. هدف التقدم يرفع من معنويات هذا المدرب ويجعل أيضا في سعادة كبيرة جدا. واستهدف اللقاء من جديد هنا على تأخر أتلتيكو مدريد، فهل يردون سريعا؟ أنطوان غريزمان، ديباي يتحرك سميله ويفتح اللعب ويطلب الكرة. تدخل يأتي في التوقيت المثالي. رودريجو، ماركوس يورينتي، كرة بتصل ماركوس يورينتي. تدخل ممتاز، افتكاك للكرة. غريزمان ياخذ الكرة في مكان خطير جدا. استرجاع ممتاز للكرة والفرصة مستمرة. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. رودريجو، كرة تعود بعد تدخل جميل. الحلول أمامه في الهجوم. ولما عزل كويتا وصلت إلى دي بول، عرضية في 18، حسمت الموقف، منعت الخطورة. فرصة واحد على واحد الآن. ممتاز حارس المرمى في التقاط الكرة. تدخل والكرة بتروح. سيزار أزبيليكويتا، بتروح الكرة من لاعبي أتلتيكو مدريد. فينيسيوس، انطلاقة هجومية لريال مدريد. وصلت إلى ميندي، وصلت إلى فينيسيوس. الله على روعة التدخل في هذه اللقطة. ماركوس يورينتي، ولما أزبيليكويتا بيلعب لك كرة خلفية، بيلعب لك كرة في المرمى الخالي. كرة في المرمى، الشباك خاوية، بالتأكيد لن تضيع هذه الفرصة، والكرة في المرمى.
مع إعادة الهدف. أسئلة تطرح في هذا التوقيت عن دور الدفاع في هذه اللقطة اللي ترك المرمى فاضي. وصلت لرودريجو. وصلت إلى فينيسيوس. يبعدون خطا وركلة حرة في مكان قد تشكل خطورة. تنطلق المباراة مرة أخرى. النتيجة هدفين لهدف. الكرة بتروح من ريال مدريد. الشوط الأول هنا يلفظ أنفاس الأخيرة، واحتاج ريال مدريد لتأمين تقدمه حتى يخرج غرفة الملابس. ندية كبيرة في المباراة، كل شيء مفتوح على كافة الاحتمالات. ضروري الحفاظ على التركيز وعلى مكتسبات ما تحقق حتى الآن لمواصلة التقدم في النتيجة في الشوط الثاني، ومحاولة تعزيزه وإراحة الأعصاب وتحقيق الانتصار. فرصة أمام فينيسيوس. أوهو، حارس المرمى في منتهى الروعة. توني كروس بيلعب ركنية إلى منتصف الصندوق. تسديدة لكن من مسافة مستحيلة. ولا نهاية شوط المباراة الأول في ملعب سانتياغو برنابيو. شوط أول مميز يجعل الجماهير راضية عن هذا المستوى الفردي الجيد. سجل هدف مهم لفريقه. عودة إلى مجريات اللقاء. انطلاقة الشوط الثاني هنا، حيث يتأخر أتلتيكو مدريد في النتيجة ويبحث عن طريقة للعودة. يبحث الفريق عن التعادل لكنه لا يغامر ولا يتسرع. فرصة لهجوم مرتد في هذه اللحظات. ولام بيلينغهام. الله على هذا الهدف، هدف توسيع الفارق وتعزيز التقدم بفارق الهدفين. الآن في الإعادة نلاحظ كيف ساهمت التمريرة بالهدف بشكل كبير. بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. يأس واضح على المدرب، والنتيجة أيضا تنعكس على تعابير وجهه. ماركوس يورينتي. ديباي. يا لعيب، شوف الكيك أوت في اللقطة الماضية. أنطوان كريزمان. هدف آخر، كل ما يحتاجون إليه ليظهر الفريق شخصيته وقدرته على العودة. نتابع الهدف من بدايته، بداية من المرور من المدافع ومن ثم الإنهاء الجميل جدا. تعرض لضغط كبير من الخصم لكنه عرف كيف يتخلص، عرف كيف يتصرف. قرار سليم من الحكم بعدم تعطيل هجمة ريال مدريد. تغير الوضع بعد
بعد أن بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. خوسيه ماريا خيمينيز. خيمينيز. هجوم من أتلتيكو مدريد. كراسكو على القائم الثاني. رأسية بتروح بعيدة جدا عن المرمى. حكم المباراة يعود لاحتساب الخطأ بعد فشل المهاجم في استغلال أيضا إتاحة الفرصة. خطأ وكرت أصفر. الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات المتبقي فقط 30 دقيقة. تدخل بكل قوة. سيزار أزبيليكويتا. كريزمان. وصلت إلى ديبول. ديبول عند الكرة. ولما أزبيليكويتا. تصويب على المرمى. تصدي رائع لهذه اللقطة. ضاعت الكرة من جانب فينيسيوس. ديبول. أتلتيكو مدريد يهاجم في هذه اللحظات. انتهت المحاولة. الكرة مع الفريق الآخر. عرضية لمنطقة العمليات. كرة كانت خطيرة أبعدها في الوقت المناسب. كرة بتعدي مرت في جوار القائم. خطيرة. كانت في اللقطة الماضية. شوف التسديدة. شوف الأسلوب. أي مهارة من هذه المسافة. الله على كرة كان يستحق من خلالها ما هو أكثر حقيقة. سيزار أزبيليكويتا. ملعوبة إلى سافيتش. هيرموسو. الربع ساعة الأخيرة في هذا اللقاء. هدوء وبناء غير متسرع للكرات بالرغم من التأخر في النتيجة. أوهو إنقاذ ممتاز. ريال مدريد يستعين بدكة الاحتياط الآن. بيلعب لك كرة على القائم البعيد. عرضية تفتقد الدقة. تحولت إلى ركلة مرمى. شاهد الكرة التي مرت بجوار المرمى مرة أخرى. كانت قريبة جدا. لوكا مودريتش. المساندة تأتي من الزملاء. والقرار السليم باحتساب التسلل هنا. فينيسيوس جونيور. الكرة بتروح من جانب الملكي. خوسيه ماريا خيمينيز. 5 دقائق تعني الكثير في هذه المباراة. كل ما يفصل بين الفريقين هدف واحد فقط. يستعيدون الكرة بتدخل سليم. راحت لتشوميني. فينيسيوس. البلوك موجود وتسديدة لا تمر. استعادة ناجحة للكرة بعد ضغط عالي. تغيير في صفوف أتلتيكو مدريد. عرضية من توني كروس.
وهنا تأتي نهاية الفرصة ومعها تنتهي هذه الخطورة. تاكلينج مثالي. تدخل في الوقت المناسب، الضغط ينتهي في اللقطة. صافرة النهاية وفوز ريال مدريد على غريمة تقليدي. مواجهته كانت صعبة، الفوز لم يكن سهلا أبدا، كان ممكن يروح منهم في أي لحظة، لكن في النهاية تحقق المراد وخرجوا من نقاط الثلاث. عندما يكون لديك لاعب بقيمتي وبحجم فينيسيوس، لا شك بأنك تنتظر تأثيرا كبيرا في أرضية الملعب، وهذا ما فعله اليوم في هذا اللقاء. مستوى وحيوية كبيرة في الملعب، مساهمة فعالة في الفوز. أعتقد الكل سعيد بهذه النتيجة بهذا المستوى الكبير. مثل هذا الأداء يعزز الثقة ويرفع المعنويات.